السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية، بزياراتنا الأخيرة إلى الفلاح العراقي بمختلف المحافظات العراقية. كان هناك تفاؤل بموضوع خاصة الأمطار اللي سقطت بكثافة على أغلب المحافظات، عادت الحياة، عادت الروحية إلى الريف العراقي، ولكن عندهم بعض المعوقات، بعض العراقيل، بعض الصعاب حقيقة، واللي أهمها أسعار الأسمدة. يعني قبل يومين أنا كنت أصور في منطقة تاج الدين شمال واصل، سمعت بعض المعلومات أنه وصل الطن مثل اليوريا إلى 1,350,000، رقم كبير جدا. وأكيد راح نشوف هذا الفيديو اللي بمعلومات عن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا ضيف برنامجنا لهذا اليوم هو ضيف مميز حقيقة، هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأستاذ محمد الخزاعي. أهلا بك أستاذ، حياكم الله وأهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي قناة الأيام الفضائية، سيما المزارع والفلاح ومربي الثروة الحيوانية في كل مكان من أرض العراق. ربنا يخليك، الله يحفظك. عموما قبل ما أدخل بالموضوع، يعني الوزير الجديد معالي الوزير حقيقة أعطى قرارات، شنو كان صداها بالشارع الفلاح العراقي؟ هل شاهدتوا ردة فعل إيجابية أم هناك مثل ابتعاض على بعض القرارات؟ وشنو أهم القرارات اللي أقرت، وخاصة أنه وصوله إلى الوزارة كانت يعني بداية الخطة الزراعية الشتوية، أكو صعوبات بالموضوع. يعني دعني أعرج أولا على ظروف تسنم السيد الوزير مهام الوزارة، نعم، التي تزامنت مع بدء الموسم الزراعي الشتوية، بل أن مر عليه أكثر من 15 يوم. كان تحدي كبير باتجاه إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي أولا، ومن ثم التوسع في المساحات المزروعة ثانيا، وثالثا كيفية توزيع زيادة الدعم المقدم إلى الفلاح فيما يتعلق بالأسمدة والبذور والمبيدات من ناحية السعر ومن ناحية الكمية. لذلك كان تحدي كبير. عقدت عدة اجتماعات عاجلة في وقتها باتجاه إقرار الخطة الزراعية، نعم، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. طبعا بحقيقة الواقع الحالي اللي كان موجود لم يكن هناك توجه لإقرار خطة زراعية لموسم شتوي، على اعتبار أن المعطيات الموجودة في وقتها كانت تذهب بهذا الاتجاه. وصلنا إلى مرحلة كيفية تأمين مياه الشرب. صحيح. موسم السابق، الموسم اللي قبله، ما كانت هناك أمطار، زيادة نسب التصحر، زيادة، والكل يعرف هذه الأمور وهذه الظروف التي مر بها الفلاح العراقي ومر بها الشعب العراقي. لذلك كان قرار الخطة الزراعية بالكيفية التي أقرت بها كان هو إنجاز في البدء. أقرت بواقع 1.5 مليون دونم للأراضي التي تسقى بمياه الأنهار بشكل مباشر سطحي، و1,100,000 دونم للبساتين الزراعية، 38,000 دونم لمحافظة ديالى ومنطقة العظيم باعتبارها مناطق متضررة، نعم، وأقرت 2.5 مليون دونم في البدء للأراضي الصحراوية التي تسقى بمياه الآبار. هنا كان اعتراض كبير من وزارة الموارد المائية، على اعتبار أن مياه الآبار هي خزين مستقبلي للعراق، لكن نعرف أن الظروف الدولية التي أعقبت الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمية. صحيح. التي تسببت بهذه الأزمة، صعوبة تأمين المحاصيل الاستراتيجية خاصة الحنطة، دفع الوزارة السيد الوزير إلى الإصرار على التوسع في المساحات الصحراوية لضمان توفير المحصول الاستراتيجي الحنطة خلال الموسم الحالي. دائما نسمع أن هناك يعني بعض الخلافات بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية،
بموضوع مثلا اقرار خطه زراعيه، بموضوع كميات المياه اللي موجوده. المشكله في الان علاقه الزراعه والموارد المائيه جيده بعد الامطار اللي صارت؟ يعني ان شاء الله بدايه هذه الحكومه، يعني العلاقه في البدء تعرف انت، وزاره الموارد المائيه تنظر من باب المصلحه، ووزاره الزراعه تنظر من باب المصلحه، كل حسب تخصصه. لكن الرؤيه التي كانت موجوده، حاله الاصرار اللي كان موجود، الوضع الدولي الخطير، كان باتجاه تقديم المصلحه الأهم على المصلحة المهمة، وبالتالي لابد أن يكون هنالك موسم زراعة شتوية لتأمين محصول الحنطة، لتأمين الحاجات الأساسية الداخلية بدون استيراد، بدون نلجأ للاستيراد، لأن الظروف غير معروفة، لربما هناك يكون تصعيد، لربما يكون هناك قطع في الإمدادات. لذلك وقرت المناطق الصحراوية بمواقع 2.5 مليون دونم، اقترح السيد الوزير زيارة هذه المساحات إلى 4 مليون دونم. نعم. حصل توافق في مجلس الوزراء وأقرت الخطة بالكيفية هذه، لكن بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية للتعامل مع المعطيات التي ستحدث، حدد يوم 25/11 لإعارة النظر بهذه الخطة باتجاه المضي بها أو إعارة النظر بها مرة أخرى حسب المعطيات الموجودة. شنو السر أنه يعيدون النظر بها؟ 25/11 هذه الفترة من 1/11 حينما أقرت الخطة إلى 25/11 هو موسم الذروة في تساقط الأمطار، حتى يتحدد ما لدينا من خزين مائي موجود، هل يكفي لتأمين هذه الخطة بالكيفية والأرقام التي وضعت بها؟ هل يمكن تقليصها؟ هل يمكن التوسع بها؟ الحمد لله كان موسم الأمطار مبشر يعني بالخير، كميات كبيرة فاقت التوقعات، فاقت توقعات أكثر الناس تفاؤلا، بالشكل الذي دفع إلى إضافة 1 مليون دونم لأصل الخطة الزراعية للأراضي طبعا التي تسقى بمياه الأنهار، ليكون مجموع هذه الأراضي 2.5 مليون دونم، يضاف لها 4 مليون دونم أراضي صحراوية، 1.1 مليون دونم بساتين زراعية، يعني وصلنا إلى تقريبا 8 مليون دونم، بالإضافة إلى أن هناك أراضي ديمية موجودة في محافظة الموصل، موجودة في محافظة صلاح الدين، موجودة في محافظة كركوك، موجودة في محافظة الرمادي، يعني الأراضي المضمونة الأمطار شبه المضمونة أو غير المضمونة، أيضا ما يقارب 4 إلى 5 ملايين دونم. كل هذه المساحات التي ستزرع من المؤمل أن تؤمن حاجات العراق من هذا المحصول للموسم القادم. نعم، جيد أستاذ محمد. اليوم حتى أنه يعني هناك بالشارع العراقي أكو تفاؤل بموضوعة الأمطار، يعني أكو تغيير بروحية الفلاح مثل ما قلنا، ولكن أكو بعض العقبات. اليوم لما نتحدث مثلا على موضوع السماد وهو محور حلقتنا لهذا اليوم، حقيقة أكو يعني موضوع ارتفاع أسعار كبير جدا، الفلاح العراقي ما قاعد يقدر يوازن بهذا الموضوع. الوزارة دائما تقول نقدر ندعم ندعم، ولكن يعني لما أشاهد أنه يشترون بكميات وبأسعار عفوا كبيرة جدا، شنو الحلول؟ وأكيد الصورة واصلة اليوم لوزارة الزراعة. أستاذ ظفر، فيما يتعلق بهذا الموسم أظنه أفضل بكثير من المواسم السابقة من ناحية الدعم الذي يقدم إلى الفلاح والمزارع. لربما تكون الصورة غير واضحة لبعض الأخوة المزارعين والفلاحين، ولكن دعني أسرد لك بالأرقام ما قدم من دعم للفلاح والمزارع خلال هذا الموسم، بداية تسنم السيد الوزير المهندس عباس العلياوي لأمور الوزارة طبعا مع الكادر المتقدم مع هيئة الرأي، ما قدم إلى الفلاح. زيدت نسب الدعم بالنسبة للأسمدة من 35% إلى 50%. فضلا عن ذلك زيدت الكميات المقدمة، يعني لم يكتفى بالدعم المادي بل زيدت الكميات المقدمة. يعني السنة الماضية كانت نسب الدعم من ناحية الكميات 5 كيلوغرام لكل دونم. صحيح. السنة 40 كيلوغرام لكل دونم بالنسبة لسماد اليوريا. يعني 8 أضعاف. 8 أضعاف في ظل هذه الأسعار المتصاعدة. الأسعار العالية التي يراها الفلاح كثيرة أسبابها خارجية قبل أن تكون داخلية. نعرف أن هنالك أزمة دولية، ارتفاع في الأسعار على مستوى كل دول العالم، فضلا عن ذلك ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ذلك زيارة المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية جعلت هناك إقبال على الشراء من القطاع الخاص، لأن هذه الأراضي غير الداخلة بالخطة الزراعية طبعا غير مؤمنة من ناحية الدعم المقدم من الفلاح. الأراضي الزراعية الداخلة في الخطة الزراعية، الأراضي الداخلة في الخطة الزراعية ما عندهم هذه المشكلة، باعتبار أن الدعم مقدم 50% من ناحية السعر،
و40 كيلوغرام من ناحية الكميات. احنا نعرف ان الحالة المثالية لكل دونم من 45 كيلوغرام الى 50 كيلوغرام. صحيح. لما تطل الفلاح 40 كيلوغرام يعني وفرت له النسبة تقريبا فوق 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 المطلوب يعني المثالية تقريبا المثالية، فهذا يعني دعم كبير انا اعتقد للفلاح قدم فيها. يعني من كلامك انه الاراضي الخارج الخطة هي اللي قاعد تؤثر اليوم بالسوق، خارج الخطة يصير طلب على القطاع الخاص والقطاع الخاص ايضا لانه بالاساس يدور على الربحيه باعتبار سلعه عرض وطلب. صحيح. بالاساسيه اسعارها مات اليوم بورصه دوليه، كل يوم اكو سعر جديد واكو فعلا. طلب يعني تدري انت اكثر الاسمده تؤمن من اوكرانيا، تؤمن من روسيا، من هذه الدول. مشاكل النقل، المشاكل الموجوده العسكريه، الحروب اللي موجوده ايضا دفعت باتجاه انه تصاعد اسعارها في السوق الدوليه وبالتالي اثرت على الاسعار في الداخل. نعم. طبعا اكيد راح نرجع وياك استاذ محمد. طبعا احبت المشاهدين يعني للمعلومات احنا عندنا مصنع كبير جدا موجود في محافظه البصره اللي حقيقه به تطوير، ولكن يعني هل هذا المصنع باستطاعته انه يغطي حاجه السوق المحليه من السماد المنتج في البصره ام لا؟ خلينا نشوف هذا اللقاء وراجع. رجعنا وياكم احبت المشاهدين وشاهدنا هذا اللقاء اللي كان مع مدير مصنع الأسمدة في محافظة البصرة مثل أستاذ محمد، مختص باليوريا هو فقط، اليوريا والداب، لكن اليوريا تجهيز يعني يشتغل بطاقة الكاملة. نعم. أما بالنسبة للداب يشتغل بخط واحد على اعتبار أنه هذا خطوط جديدة بالمعمل كل ثلاث سنوات يضاف لها خط ثاني. نعم. فاليوم يشتغلون بخط واحد يعني. أستاذ محمد يعني اليوم لما نشاهد هذا المصنع الكبير اللي حقيقة بيعمل كبير جدا، ولكن لما مثلا اشوف بعض الفلاحين حقيقه تجينا اتصالات يقولون ان المخازن فارغه، انه هاي الايام خاصه اخر 10 ايام، حتى انه بعض طلع خبر انه هناك عطل على اساس انه في المصنع وما بي انتاجيه كبيره جدا. وبس انه انا فهمت من كلامك انه فقط تدعمون انتم الاراضي الداخله ضمن الخطه الزراعيه. علاقتكم مع المصنع اللي يعني تعرف انت المصنع يتبع وزاره الصناعه. الوزارة تتعاقد مع وزارة الصناعة باعتبارها جهة رسمية أكيد. وتشجيع المنتوج المحلي طبعا. التعاقد على سماد اليوريا كان بواقع من 200 ألف طن إلى ما زاد، يعني من 200 ألف طن إلى 260 ألف طن. هاي السنة يعني حثت حالات غلق للمعمل في بداية السنة تحديدا. صحيح. حثت يعني اصحاب العقود تظاهرات. التظاهرات اللي صارت تسبب توقف المعمل على الانتاج لمده يعني معينه اثر على انتاجيته الاجماليه، بالنتيجه امن الكميه الاصليه المتعاقد عليها معه وهي 200 الف طن. وزاره الزراعه تشتري من المعمل هذه الكميات بسعر مطروح طبعا، دون ان نحسب العماله، دون ان نحسب النقل، بواقع 525 الف دينار للطن الواحد. للطن الواحد جيد. غير النقل، غير العماله. نعم. هذه الكميات توزع طبعا على المخازن السيلوات المنتشرة على محافظة العراق، توزع على الفلاح بسعر 330 ألف دينار للطن الواحد، يعني نسبة دعم 50%. نعم. فضلا عن ذلك سمال الداب تم تأمين 90 ألف طن لهذه السنة بسعر شراء 1,600,000 دينار للطن الواحد، وثم قدم الوزير طلبا لمجلس الوزراء وأقر فيما بعد لشراء 60,000 طن إضافية. ممتاز. من المعمل بسعر 1,550,000 دينار للطن الواحد. هذا السماد يباع بسعر 920,000 دينار للطن الواحد. كلنا نعرف أن سعر سماد الداب تحديدا في الأسواق وصل إلى 1,000,000 أو 1,900,000 دينار. صحيح. للطن الواحد. صحيح. لما نشوف السعر الموجود بالسوق مع السعر اللي تقدمه الوزارة للفلاح والمزارع العراقي تجده أكثر من 50%، يعني لما يكون فرق بالطن الواحد 1,000,000 دينار فهذا يعني مبلغ كبير جدا على أي فلاح، لما خاصة إذا كان أصحاب الأراضي الزراعية الحيازات الكبيرة. لذلك الدعم كبير، لكن حينما تعرف التجهيز لربما يتأخر فترة أكيد معينة أكيد أكيد. لكن هذا لا يعني أن الفلاح لن يزود بحصته من السماد والبذور. يقول لك الفلاح أنه مثلا عنده عذر، يقول لك أنا عندي مثلا توقيتات زراعية، بالنتيجة أمور بالنتيجة هي حصتك، بالنتيجة نعم. حصتك مؤمنة، بالنتيجة حصتك مؤمنة. طبعا أريد همات أنوه على بالفضل. أمر هام جدا أنه بالنسبة للمليون دونم التي أضيفت طبعا هيئة الرأي في وزارة الزراعة اتخذت قرارا
بتمديد مدة استلام الأسمدة من المستودعات والسيلوات الخاصة بها. بالنسبة لسماد الداب مددت المدة إلى 15/2 من هذه السنة. 15/2 بإمكان أي مزارع أو فلاح يراجع فروع التجهيزات المنتشرة في محافظات العراق لاستلام حصته من سماد الداب. سماد اليوريا حددت المدة تاريخ 20/4 من هذه السنة لاستلام حصته. إذا الحصة مؤمنة حتى بالنسبة للمساحات الإضافية التي أضيفت فيما بعد المليون دونم، حصة الفلاح من الأسمدة والبذور مؤمنة. نعم أستاذ محمد، فرضا أنه عندنا المصنع اللي موجود بالبصرة ينتج 250 ألف طن مثل اليوريا مثلا، يعني مثل ما أنه قلت هاي ممكن الحصة 200 ألف وما يزيد عنها، كالزراعة العراقية عموم الأراضي العراقية شكت تحتاج يعني تغطية الحاجات الكاملة؟ الكاملة الكل هو صعب تحددها. ليش؟ لان هناك اراضي غير داخله بالخطه الزراعيه. إيه انا لا الداخله مثلا، يعني الحاجه الكليه للداخله وغير الداخله تقدر بين 500 اقل او ازيد. كل الاراضي الزراعيه الداخله بالخطه الزراعيه وغير الداخله بالخطه الزراعيه. بما يتعلق احنا بنا كوزاره توفير الاسمده فيما يتعلق بسماد اليورو تقريبا، لانه منتج بالكامل في العراق في هذا المعمل، من 200 إلى 290 ألف طن نوفرها للفلاح للأراضي الزراعية الداخلة بالخطة الزراعية، وهاي توفر ترفع عن كاهل الفلاح هم كبير جدا. نعم، هل الوزارة وزارة الزراعة تعاقدات مع مثلا دول أو شركات ولكن مو عراقية بموضوع توفير السماد؟ لو فقط تعاقداتكم مع المعامل العراقية، احنا نتعاقد كوزارة الزراعة، يتم التعاقد مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة تؤمن الأسمدة سواء المنتج داخليا او تعاقدات الخارجيه. يعني ماكو مباشره وزاره الزراعه مع وزاره الصناعه، التنسيق يكون والتعاقد بين وزاره الصناعه كوزاره مع وزاره الصناعه كوزاره مناظره لها. نعم جيد. هرجع معاك استاذ محمد، ولكن عندنا في احد الحلقات السابقه اللي كانت في جنوب محافظه بابل ايضا تحدث بعض الفلاحين عن معضله اسعار السماد، خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعي. احنا طبعا تشرفنا بيكم، اول ناس تجونا انتم. ربي يخليك. طبعا نشكر قناتكم ونشكر برنامجكم ارض السواد، خادم ربك، اول برنامج يمرنا. فاحنا اهم شيء عندنا هنا مصدر المياه، محتاجينه كلش كلش محتاجينه، لان معتمدين عليه تقريبا بنسبه 95% معتمدين. امور اخرى كاسمده وغيرها وغيرها. والله الاسمده يعني مثل ما قال عم بثار صعدت وصارت غاليه، ف صعب توفيرها. نحتاج منهم يعني تقليل الاسعار، حتى احنا مو انه هو مصدر دخل لنا ومصدر دخل لهم يفيدهم. صح صح، الزراعه مصدر دخل لنا. افضل ما استورد اطلع عملت صعبه وغيرها. فشوي قللوا لنا الاسعار، شويه نظره على الاسعار ومصدر مياه واسمده، احنا يمنا يصير كل شيء، احنا ظل يمنا الواقي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وشاهدنا لقاء مع أحد الفلاحين في منطقة الحقانية في جنوب محافظة بابل، اللي انعرضت الحلقة تقريبا قبل أسبوعين لبرنامج أرض السواد بالحلقات الميدانية. أستاذ محمد، أكو حقيقة مشكلة بس هي مو بيد وزارة الزراعة، أنه بيم جهة أخرى، ولكن اليوم يعني خلي نتفق على جملة أو نتفق على شيء معين، أنه الفلاحين ارتباطهم هو بوزارة الزراعة. نعم. واحتياجاته من وزارة الزراعة. نعم. صح لو غلط؟ نعم صح. ماشي بهذا الموضوع. يعني مثلا الفلاح منطقته سماد ماكو، يريد يروح مثلا لغير محافظة، مثلا أبو واسط يريد يشتري من بابل، ممنوع بالسيطرات، وأنه أكو يعني حقيقة منع كبير جدا على انتقال الأسمدة وتنقلها لمنع التهريب. وإحنا في زمن الحمد لله والشكر، خاصة المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، يعني أمان منذ سنوات كبيرة بفضل كل قواتنا الأمنية. فليش ما تقل هذه اليوم يعني الأمور في السيطرات وغيرها بعلاقتكم مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية؟ يعني ولو الأمر تخصصي تخصص جهات ثانية، ولكن نعم. سأجيب بما أعرف. هذا الأمر طبعا لمصلحة الفلاح والمزارع. صح. المزارع يتفاعل كل شغله من ناحيه المصلحه الذاتيه والشخصيه. أكيد. اكيد. لكن المصلحه العامه لربما الوزاره تراها في الحفاظ على حقوق الفلاح في كل محافظه. القرار الذي يصدر
طبعا لا يحدد منطقة دون أخرى، يصدر قرار، تعرف أنت لما وزارة تصدر قرار يصدر يعني يشمل كل المحافظات أو كل المناطق، صعب تجزئ هاي المنطقة بها سماح وهاي المنطقة ما بها سماح، بالنتيجة سمحت بهاي المنطقة، المنطقة الأخرى أيضا راح تسأل تقول ليش أني سمحت للمنطقة الفلانية وأني ما سمحت لي، بالنتيجة هاي الاستثناءات راح تضر أساسا بالقرار بقوة القرار. اثنين الفلاح بالنتيجة راح هو يضرر، أكو مصلحة أكبر تراها الوزارة في الحفاظ على حقوق الفلاح من ناحية الأسمدة والبذور وفق هذه الآلية. أمنيا؟ حتى أمنيا. يعني هم يعني تصور الفلاح يقول لأن أكو بعض الجماعات الإرهابية تستخدمها لأمور أخرى، صناعات متفجرة، هاي واحدة من الأمور، ولذلك الفلاح خلي مرات يتحمل بعض الأمور لأن أكو مصلحة أكبر لا تراها عينه، تراها الجهة الراعية لحقوق الفلاح وحقوق المزارع. نعم. وحقوق نعم. الدولة أيضا. نعم. بما أنه ذكرت في بداية كلامك أنه هو قرار يجب أن يطبق على جميع المحافظات، حقيقة أكو بعض الامتعاض من الفلاح العراقي اليوم. لما أتحدث مع بعض الفلاحين يقول رحنا لديالة إلى شمال ديالة بل كنت نحصل بعض الأسمدة من محافظة السليمانية، سألت ليش؟ قال لأن الاستيراد عن بسليمانية وأربيل ودهوك يدخل مثلا من أي دولة، أو مثلا إذا كان عندهم نقص يستوردون بصورة طبيعية جدا بأسعار بسيطة جدا تقريبا ب 800,000 أو 850,000، ولكن يقول لما نستورد لأن أكو جمارك وغيرها من هذه الأمور في المحافظات الجنوبية يوصل إلى 1,300,000، فليش مثلا محافظات أقليم كردستان أسعار الأسمدة أقل وبالتالي تكون أسعار الخضروات وإنتاج الفواكه يكون أسعاره أقل بالسوق، ولكن بالمحافظات الجنوبية تتحمل العبء دائما؟ لا هي مو بهي الصورة، يعني مثل ما تعرف أن الأسمدة في دول الجوار، يعني أبو سليمانية منين يريد يجيب؟ يستورد من إيران أو من تركيا أو، بالنتيجة أسعارها تقريبا تخضع البورصة العالمية، يعني تقدر تطب تليل جوجل وتشوف سعر السماد اليوريوم بيش الطن باكر يتغير، بس الكل متفق على سعر واحد، ما تقدر يعني أبو سليمانية من يجيبه هناك، وما معقولة يجيبه فرق 400 أو 500,000 عن السعر الموجود في محافظات الوسط والجنوب، مو بهاي الكيفية، لكن ما موجود هناك بعض الأحيان ولصعوبة السيطرة على المنافذ الحدودية هناك، وهاي المشكلة معروفة يعني. صحيح. تصير حالات تهريب، تصير حالات، لكن مو شكل عام، مو حالة جمعية. بالنتيجة السعر الخاص بالأسمدة والبذور يخضع لضوابط دولية وسعر موحد تقريبا في كل بورصات العالم. نعم. يعني مو بهالكيفية هاي. طبعا خلي نستثمر وجودك، يعني تقريبا قبل عدة أشهر شهرين أو أقل من شهرين طلعت فت خبر على السوشيال ميديا جاينا على أساس سماد ومسرطن. مسرطن، أنا أريد أجيك بها هاي. أي. يعني هاي بداية تسنم السيد الوزير الوزارة بداية الموسم الشتوي الحالي. صحيح. بعد الإعلان يعني عن تعاقد وزارة الصناعة وتأمين كميات كبيرة من سماد الذهب تحديدا، خرجت هذه الإشاعة وأنا أسميها إشاعة، لأن يعني ثبت فيما بعد أن لا صحة لها، ثبت فيما بعد أن لا صحة لها. بعض أصحاب المنافع روجوا لهذه الإشاعة استغلال لبعض المنافذ وسائل الإعلام المغرضة لإثارة حالة رعب، حالة خوف. يعني المشكلة مو فقط السماد صارت، لا لا لا، حالات إشعاع ذري يسبب أمراض سرطانية على شكل جمعي، لا تصيب الفلاح، الأرض راح تتلوث، المواطن راح يصاب، الفلاح راح يصاب، السيارة اللي تنقل هذه المواد راح تلوث، يعني وكأنه حالة رعب. ليش؟ بعد ما أعلنت الوزارة، يعني تتذكر أنت أنه سماد الذهب وصل في الأسواق إلى أكثر من 2,000,000 طن وكان في تزايد. صحيح. حينما أعلنت وزارة الزراعة أن هذه المادة ستوفر للفلاح والمزارع العراقي بسعر 920,000 دينار للطن الواحد، يعني 50% دعم، وبكميات عالية مثل ما ذكرت 40 كيلوغرام لليوريا و30 كيلوغرام للذهب، يعني حاجات الفلاح الأساسية الأكثر من النصف أمنت من خلال وزارة الزراعة بأسعار مدعومة. هل سيكون هناك إقبال على سماد الذهب مثلا في السوق، في السوق المحلية؟ طبعا راح يقل الطلب، بالنتيجة راح تكون حالة ضرر للمستورد.
حينما أثيرت هذه الإشاعة طبعا توقفت عملية توزيع السماد، هذه واحدة طبعا من الأسباب التي نتجت عن هذه الإشاعة، تأخير توزيع السماد. شكلت لجان في وزارة الزراعة، في وزارة الصناعة، طبعا وزارة الزراعة ليست جهة مسؤولة عن الاستيراد، إنما هي جهة مستهلكة باعتبار جهة متعاقدة، تأخذ السماد توزع على الفلاح والمزارع، لكن بالنتيجة هي مسؤولة باعتبار صحة المواطن أهم من كل شيء. عطلت وأخرت عملية توزيع السماد، بالنتيجة طبعا تسبب في زيادة أسعاره في السوق المحلية. شكلت عدة لجان من جهات مختصة وجهات رصينة وجهات مأمونة، ذهبت باتجاه أنه نسب التلوث التي قيلت في السماد لا صحة لها ولا أساس لها، إنما السماد مأمون ومن جهات رصينة ولا يوجد مخاطرة في استخدامه أو تنقله أو استعماله من قبل الفلاح أو على الأرض أو على الحياة. نسب الإشعاع دون المقاييس العالمية، إذن كان السماد مجرد إشاعة أطلقت للتشويش على قرار وزارة الزراعة. اللي يطلق هيك إشاعة، هل نصنف أنه مثلا المتاجر وخسر أو استهداف سياسي؟ يعني الأمور تترك لاجتهاد المتلقي، اجتهادك أنت، اجتهادي أنا، طبعا خوف عند المواطن البسيط، تشكيك بنزاهة الدولة باعتبار تستورد سماد مسرطن وتوزع على مواطنيها، يعني حالة بلبلة وحالة رعب وحالة تخويف وحالة تشكيك بالدولة وبالنظام اللي موجود وبالحكومة التي شكلت لتوها وبوزارة الزراعة وبوزارة الصناعة. من اليوم اتهام مباشر، يعني مجرد إثبات أن السماد كان صالحا للاستخدام وأن ما أثير كان مجرد إشاعة، أنا أعتبره لطمة على من أثار وتسبب بحالة الرعب والتخويف لأبناء الشعب العراقي، ويتحمل مسؤولية القانونية والشرعية قبل ذلك أمام الله وأمام القانون. المدعي العام أيضا يجب يفترض. طبعا أيضا نبقى معك أستاذ محمد، وأيضا عندنا فيديو مقابلة مع أحد الفلاحين العراقيين من محافظة واب اللي تكلم على موضوع السماد، خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. نرجع على موضوع الدعم أبو ثائر. دعم يعني السماد تقول لي مرتفع. اي والله مرتفع، داب الابيض وغيره. نعم هذا نعم الموضوع. نعم مرتفع. شو الطالب اليوم الحكومه؟ شو الطالب وزاره الزراعه؟ نطالب اليوم توفير، اول شيء الاساس نطالب به توفير المي. اول شيء المي، الاساس هو الاساس الغذاء الرئيسي للفلاح الماء. صح. الثانيه ايه الكيماوي سلام، يجيب الوزنه 120,000 دينار. الحنطه تبيش الحنطه العام الكيماوي ب60 وب70، الحنطه ب40. التسوق؟ والله العظيم اي اسوق للسايلو للدوله. السايلو العام ايش قد؟ كم طن تقريبا؟ سويت العام سوق الطنين بس. اي بس طنين؟ لا شو اسوي بيه؟ احنا ايش قد ذبحنا؟ مشارتين ونص. الله اكبر. عشان هي السنة البيد هاي بيد، احنا ذولا اولاد هذي انا وياهم عندنا 6 دوانه. الدونه ايش قد ينتج؟ الدونة منتاجة ورا خدمته. صحيح، لازم إذا خدمته زين يطلع إنتاج زين. لا تخدمه بسماد. إيه. بذورة شغلته مضبوطة طن، حتى الدونة بذيب طنية. بس إحساسك هذا الموسم الدونة مجيد راح يذيب لك؟ والله يم الله، لأن كيما لحد الآن كيما ولا جايبين ولا ذا بالله 120، ما أقدر أشتري 120. إيش قد يكفيك 6 دوانم؟ والله الدوانم أنا أذيب للدونة أذيب له وزنتين. 200؟ أذيب له ذبتين. أجيب له 120، يعني ايه؟ يحتاجك 240. 240 للدونم. للدونم الواحد. الدونم الواحد 240. ذب له قبل ما يفلت، نصير بطان بعد شوية كلها زين. ذبية ذبة. هسه زين زرعها، بس هو شنو القاعلة تعبت. لا سنة على سنة ورز 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 ورز. صحيح لازم تتعب القاع. تتعب القاع. شو تريد؟ لازم دعم كيماوي. أكون أنا هسه هاي. إيه. هاي شوف من ليش انخلى لما انتصر راس البيوت. الشقة ايه؟ بها 4 مشاير. إيه. عبن ماكو كيماوي، 4 مشاير لا ضبط، طن وشوية. عبن ماكو على طن وشوية. طن وشوية. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. أيضا تكلم الفلاح إنه أيضا موضوعة الكيماوي اللي عرفنا حقيقة أسرار كبيرة جدا، وعرفنا بعض الأساسيات اللي للأسف غايبة عن الفلاح. يعني مثلا الفلاح العراقي ما يعرف إنه موضوعة إنه الدعم فقط للأراضي المشمولة مثلا بالخطة الزراعية.
وايضا يعني اكو بعض الامور انه ممكن نعتب في بعض الاحيان على وزاره الزراعه قسم الارشاد الزراعي اللي لازم دور مهم جدا، خاصه موضوع مثلا تقنيات الري الحديث، اوفر لهم ورش عمل تجارب انه يشاهدها الفلاح بعينه. يعني قبل كم يوم كنت جالس مع فلاحين قلت لهم يابا اكو بعض القرارات راح تصدر ان الفلاح اللي يستخدم تقنيات ري حديث ممكن الدعم ما راح يوصل. وانا جايك بهذا الموضوع. يقول لك لا يعني ما اقدر هسه اسويه، واصلا اكو بعضهم استغربوا هسه يلا سمعوا الخبر من عندي. فشو الاجراءات وزاره الزراعه؟ يعني هذا ايضا دعم اخر للفلاح العراقي، هسه لربما يستغرب او لربما يستثقل او لربما يستكثر البعض من الفلاحين والمزارعين باعتبار القضيه وكانها صعبه. نسبه الانتاجيه في الاراضي التي تستخدم منظومات الري الحديثه، منظومات الرش المحوريه والثابته، تزداد انتاجيه الارض باكثر من 50%. يعني في نسبه كبيره من الارباح ستعود بالنتيجة إلى الفلاح. اثنين، اختصار الجهد البدني واختصار الأيادي العاملة. فعلا. مكان ما أنت أنت أو أربعة أو خمسة من أبنائك شاغلهم في عملية الري ومتابعة ري الأرض، وهنا صارت حالة جفاف وهنا صارت حالة إغراق، أنت منظومة الري الحديثة راح توفر لك عملية ري لكامل الأرض الزراعية الخاصة بك وفق جداول زمنية محددة أنت تتحكم بها من بعيد. يعني في المكننة الزراعية الحديثة، يعني العالم اليوم قطع خطوات في المجال الزراعي. صحيح. المجال الزراعي أصبح صناعة أكثر ما كونه زراعة. صحيح. يعني حتى الدول المجاورة قطعت أشواط كبيرة جدا في مجال تقنيات الري الحديثة بعد ما عرفت فوائدها الكثيرة للفلاح، واختصارا في الجهد وفي الوقت، وايضا توفير المياه. اليوم مشكلتنا تحدينا الاكبر هي المياه. نعم. عمليه توفير المياه حتى نستطيع ان نزرع اكبر مساحه ممكنه من الارض الزراعيه لابد ان تكون عندنا مياه كافيه. في حاله السقي المعروفه عندنا المتوارثه من ابائنا واجدادنا وحتى العصر السومري وما قبله، هي عمليه الري المعروفه، يعني ري مباشر مسيح من الانهار. هذه اليوم في كل دول العالم حتى اللي بيها وفره بالمياه اصبحت طريقه باليه. ليش؟ يعني اكو البعض، يعني انا ذاك شفت التقرير المصري يعتبرها جريمه هدر 90%. المياه تعتبر ثروه مستقبليه للاجيال، فيعني ليش انا اهدرها بعمليات ري اصبحت باليه عفى عليها الزمن؟ لذلك عمليات الري باستخدام منظومات الرش المحوريه والثابته. طبعا اكو ايضا بشاره للفلاح والمزارع العراقي. نعم. ان هنالك كان قرار في وزاره الزراعه قدمه السيد الوزير واقر في هيئه الراي وفتح به مجلس الوزراء واقر في مجلس الوزراء وخطبت الجهات المعنيه المصرف الزراعي التعاوني والبنك المركزي العراقي لتوفير قروض للفلاح العراقي لشراء منظومات الري لخدمه الاراضي يعني الزراعيه الخاصه. قروض تشتري بمشروط بشراء مرشه. طبعا تدري انت المشاكل اللي وقعنا بها سابقا في عمليات القروض وعدم استخدام الاستخدام الامثل واللي تاذى من عند الفلاح. يعني صحيح. القرض بالنتيجه هو مسترد، لكن الميزه بهذا القرض الذي اقر انه فائدته صفريه، يعني ماكو ارباح. فضلا عن ذلك سنوات السداد 5 سنوات بفائده صفريه، فضلا عن ذلك احفاء المستورد من الرسوم الجمركيه الخاصه باستيراد المرشات. يعني المستورد راح ياخذ فقط هامش ربحي بسيط على اعتبار انه محصات من الجمارك من الرسوم الجمركيه، هامش ربحي بسيط، تصل المرشه الى الفلاح العراقي بسعرها في الاسواق الدوليه محفات من الضرائب، زائدا بالاقساط، زائدا بدون ارباح ولمده 5 سنوات. ممتاز. طبعا القرار كان الذهاب بهذا الراي لاسباب عديده. اولا حتى الفلاح هسه لربما بعض الفلاحين يقول لك انا ما اريد اشتري مرشه. احنا اذا بقينا بهاي الطريقه مالت الري السنه الجايه لربما تكون زراعه. ممكن. احنا السنه يعني الحمد لله الله حبانا بهذا الموسم المطري ولحد اليوم مستمر وان شاء الله يستمر بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منه للموسم الزراعي الصيفي القادم. يعني تدري الموسم زراعي الشلب الفلاح العراقي يقول قصة وزير الزراعة ورئيس الوزراء خير إن شاء الله خير. يعني هاي واحدة من الأمور التي قيلت أكثر من مرة وايد نسمعها. يعني
على نياتكم يا عبادي ترزقون، وإن شاء الله النيات الموجودة هي الخدمة فعلا لخدمة الفلاح والمزارع العراقي. احنا نعرف بأن الفلاح العراقي مظلوم، الفلاح العراقي مهمش خلال الفترات الماضية، يعني السنين الماضية دفع الضريبة، خاصة آخر سنتين، وهاي السنتين الثنين أو الثلاثة لأن يعني احنا آخر موسم زراعي كان حقق فائدة ربحية للفلاح 19 20 21 22 طبينا بال 23 هذا الموسم نحسب على 23 لاخر ثلاث سنوات كانت سنوات محبطه للفلاح، يعني اللي ماخذ قرض من الدوله هو محتار شلون يسدده، الفلاح اللي معتمد بشكل كامل، يعني احنا عندنا محافظات تعتمد بشكل كامل اكثر من 70% من القوى والايادي العامله على الزراعه كمصدر رئيسي ووحيد للعيش، محافظه الديوانيه مثلا 70% من نسبه القادرين على العمل لا يملكون فرص عمل غير الزراعة مصدرا وحيدا للعيش. لما تكون ثلاث مواسم بدون زراعة فلنا أن نتخيل حال هذا المزارع، حال هذه العائلة العراقية التي ابتليت بسنوات من القحط والجفاف. نعم أستاذ أحمد، طبعا أدي أحبت المشاهدين فيديو أخير اللي قبل سنة تقريبا كان هناك قرض ياباني لمصنع الأسمدة في محافظة البصرة، حقيقة كان أكو تفاؤل كبير جدا أنه ممكن يسد الحاجة المحلية. خلينا نشاهد هذا الفيديو اللي قبل سنة وبعض الوعود اللي كانت وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، وأيضا إنه هذا الموضوع هو تابع لوزارة الصناعة، ممكن أستاذ محمد متحدث رسمي باسم وزارة الزراعة العراقية. أستاذ محمد يعني بدقيقة أخيرة، يعني الوقت داهمنا، ماذا وعدكم إلى الفلاح العراقي؟ نريد نقل افكار معالي الوزير بموضوع الدعم، انه هل هو حيكون دعم مستمر، دعم موضوع الاسمده، دعم مرشات، دعم وغيرها وغيرها من هذا الموضوع. شنو اليوم وزاره الزراعه خططها افكارها مثلا موضوع طائرات الرش اللي ايضا مطالبات اكو عليها؟ يعني وهم وعد وهم دعم متواصل، يعني انا قريب من معالي الوزير. نعم. هنالك اراده حقيقيه، انا اقولها بملء الفم، إرادة حقيقية لتغيير واقع الفلاح والمزارع العراقي. طبعا مو بس الفلاح والمزارع، مربي الثروة الحيوانية، احنا نقول المزارع والفلاح يشملون مربي الثروة الحيوانية، بس مرات يعتبون علينا ليش ما تذكرونه. نعم. لا، مربي الثروة الحيوانية، وانا راح نعطيك مثال لدعم ايضا مربي الثروة الحيوانية، خاف يقولون او يعتبون انه نسيناهم. نعم. تعرف انه الذرة الصفراء سنة الكميات المستلمة أكثر من 630 ألف طن. نعم. موجودة في المخازن والسيلوات، بحيث حتى احتاجينا إلى مساحات إضافية للحفاظ على هذا المطارات، مطارات مطار كركوك. نعم. وغيره. نعم. تسلم من الفلاح ب 500 ألف دينار للطن الواحد، تباع كحبوب، يعني نستلمها عرانيس، طن العرانيس للذرة يصفي لك 600 كيلوغرام فقط من حبوب الذرة. ممتاز. التي تستخدم كأعلاف. الخام نشتري من الفلاح العراقي ب 500 ألف دينار، نبيع طن الحبوب لمربي الثروة الحيوانية ب 400 ألف دينار. نعم. يعني كل طنين خام الذرة، عرانيس الذرة، يصفي لنا طن و 200 كيلوغرام، يعني تقريبا نسبة دعم 100% لمربي الثروة الحيوانية. نعم. طبعا والقرار كان جميع مربي الثروة الحيوانية من الماعز، الأغنام، الدواجن، الثروة السمكية، الخيول، الجاموس، كل مربي الثروة الحيوانية لهم حق في استلام حصصهم من مادة أعلاف الذرة بالسعر المدعوم. هذا كله دعم لجميع شرائح أو ما ينطبق عليه وصف مزارع عراقي. لذلك هناك إرادة حقيقية لتغيير واقع الفلاح والمزارع ومربي الثروة الحيوانية، بالنتيجة انعكاساتها على الشارع. ليش احنا نستورد دائما كثير من منتجاتنا الزراعية والحيوانية من الخارج؟ في حالة دعمها داخليا، في حالة تشجيع الفلاح والمزارع على توفير ما نحتاجه للمواطن العراقي من سلعة مصنعة محليا ومنتجة محليا ومزروعة محليا، هاي راح توفر فد كميات كبيرة من العملة الصعبة للدولة العراقية من الممكن أن تستخدم في مجالات أخرى نستفيد منها أكثر. لذلك دعم القطاع الزراعي أولوية في فكر السيد الوزير وفي فكر الحكومة وفي فكر السيد رئيس الوزراء. لذلك الأيام المقبلة إن شاء الله والموسم الشتوي القادم سيشهد دعم آخر للفلاح العراقي، وإن شاء الله سيكون موسم شلبي ناجح خاصة في محافظات النجف الأشرف والديوانية. ربي يخليكم ويحفظكم إن شاء الله. أستاذ محمد، هذا أول لقاء بيني وبينك،
ولقاء ودي وجميل جدا. حياكم الله. بس تتحملون النقد بالمستقبل اذا اكو نقد؟ اذا اكو مثلا بعض النقد الذي يقيم الامور. نعم. بالعكس هذا من باب النصيحه غير المباشره. ربي يحفظك. وماكو حاله مثاليه. أكيد. ولا اكو حاله كامله، بالعكس لربما النقد ينبه. نعم. المسؤول الى حالات لربما كان غافل عنها او لربما في خضم المسؤوليات الكثيره لم ينتبه لها. وهدف هذا النقد مفيد بالنتيجه، الغايه واحده هي خدمه هذا المشروع الكبير الذي هو بالاساس خدمه المواطن العراقي على اختلاف مسمياته. كل التحيه والشكر للاستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه لكل الله. هذه المعلومات، شكرا جزيلا. حياكم الله. نلتقي مره ثانيه. احبه المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى. إلى اللقاء.